دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل السادس، التنصير العالمي. الجزء الخامس، المشاكل التي يواجهها المبشرون. بالرغم من التسهيلات التي يحصل عليها المبشر من المؤسسات التي يعمل لديها كالحماية والمال والتشجيع المستمر من العائلة والأصدقاء وأعضاء الكنيسة، إلا أن هناك عدة عوائق قد يقع فيها المبشر كالصدمة الثقافية وعدم تماسك العائلة، وقد يكون الاضطهاد الديني أو العرقي أيضا. أولاً، الصدمة الثقافية. إن من أكثر الأمور التي تواجه المبشر في حقل التبشير الصدمة الثقافية، فإذا لم يستطع الخروج منها والتأقلم في البلد التي يوجد فيها، فقد يعمل هذا الأمر على تدميره نفسيا وعدم استطاعته على العمل بشكل جيد وفعال. هذه الصدمة الحضارية لها مراحل، منها أولا مرحلة الحضانة، حماسة، إثارة، سياحة، شهر عسل. يرى المبشر أن هناك انبهار بالاختلافات الثقافية، فتجده يذهب إلى الأماكن السياحية ويأخذ الكثير من الصور، ويكون متحمسا للصداقات الجديدة ولعمله الجديد. ولكن هذه الفترة ما تلبث أن تنجلي في غضون أيام أو أشهر. ثانيا، مرحلة الرفض، تفاوض الرغبة في الانسحاب، أزمة. يشعر المبشر بالقلق وبأنه غير كفؤ، فتجده غاضب بسبب عدم استطاعته للإنجاز في الوقت المناسب، كما أنه يشعر بالحنين إلى الوطن ويتملكه الإحباط. وهنا قد يسخر أو يدلي بتصريحات مهينة عن المواطنين كطريقة لباسهم أو طعامهم أو حتى تعاملهم مع بعضهم البعض، ويشعر أن كل شيء يعمل بطريقة غير طبيعية. وقد يعتقد المبشر بأن المواطنين يحاولون استغلاله بطريقة سيئة أو أنهم يتآمرون على نهبه، وعدم تمكنه للحديث بلغة البلد قد يزيد من انزعاجه، وقد تستمر هذه الحالة من عدة أشهر إلى سنتين، فيعتمد على مدى دافع الشخص للتأقلم والتعلم. يمكن للضغوط النفسية وعدم رؤية ثمرة العمل بالسرعة المطلوبة أن تدخل الشك إلى قلب المبشر، فيمكنه في هذه الحالة أن يتساءل عن صحة معتقده وقوة إلهه واستجابة صلواته أو صحة الكتاب المقدس الذي يقرأه. وللخروج من هذا الوادي السحيق يمكن أن يأخذ ثلاث طرق، طريقتان سيئتان وطريقة جيدة. والطريقة الأولى السيئة هي التكيف بشكل مطلق في هذه البيئة، فقد يحاول المبشر إلغاء ماضيه ويحاول نسيان لغته الأصلية ويتجاهل عائلته في وطنه، وبالتالي يندمج اندماجا تاما في الثقافة الجديدة وكأنه قد ولد فيها، وهذا قد يؤدي إلى تحطم نفسي كامل في المستقبل ويصبح كالقنبلة الموقوتة. والطريقة الأخرى السيئة هي عدم القبول بشكل مطلق، فهناك من المبشرين الذين لم يستطيعوا الاعتياد على الثقافة الجديدة، بل يأتيهم الهاجس أنهم يعيشون في سجن ولا يستطيعون الفرار منه، وبالتالي فهم في كآبة مستمرة ولا يستطيعون قبول المواطنين ولا يروهم بأنهم متساوين معهم، ولا يستطيعون أن يثقوا بهم أو يجلسوا معهم في اجتماع. أما الطريقة الصحيحة من الخروج من هذه الحالة هي النقطة التالية. ثالثاً، تطوير مهارات التأقلم والروتين. فيبدأ المبشر بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها، وهي ما تسمى مرحلة التعديل،
ومرحلة التكيف يبدأ الشخص بفهم الثقافة ولديه شعور بالتوازن. عندما يرفض المبشر المكوث في ثقافته الأولى وطنه أو الاندماج كليا في الثقافة الثانية والإصرار على المكوث في الوسط ما بين الثقافتين، تبدأ الهويتان بالاندماج، فيصبح المبشر أكثر راحة في ثقافته الثانية وشاعرا بالقبول من ناحية ثقافته الأولى أي وطنه، ويصبح لديه صداقات وخدمات تبشيرية ما بين الثقافتين، وتصبح هويته راسخة من كل ثقافة، وهذا ما يسمى بالثقافة الثالثة. وهنا يجب على المبشر أن يبتعد عن إدخال قيم وعادات وتقاليد مختلفة عن معتقده، ومحاولة التوفيق بين المعتقدات syncretism. فهذه الظاهرة معروفة ومتفشية جدا في جميع الثقافات المختلفة كما أعربنا سابقا. من السهل أن يدع المرء أفكاره النمطية وأحكامه المسبقة إثنوسنتريزم تعيقه في طريقه أثناء تعلم اللغة والثقافة، فالعوامل الشخصية تلعب دورا مهما في اكتساب اللغة والثقافة، فإما أن تكون شخصية المرء تميل نحو الانطواء الذاتي أو الانبساط، فإذا كان المبشر منفتحا ويحب المغامرة وذات طاقة فعالة في التواصل مع المجتمع، فيمكن أن تكون قابليته في تعلم اللغة والثقافة أسرع من المبشر الانطوائي. رابعاً، الاستقرار، الحماس، التكيف الشامل، التكامل الجزئي، قبول العمل والدور. يعمل المبشر بشكل جيد ويتمتع بالثقافة، ويفضل بعض الأشياء في ثقافته الجديدة بدلاً من ثقافة بلده، فبعد انتقاله إلى الثقافة الثالثة وهي الثقافة ما بين الثقافتين، تجده بدأ يضع نفسه ضمن إطار معين وكأنه يشكل شخصيته من جديد، فيأخذ ما يناسبه من كلتا الثقافتين. خامساً، مرحلة الاعتماد والتكيف، ويفقد الشخص هويته الأصلية في الثقافة ويتقمص الثقافة الثالثة. سادساً، الصدمة الثقافية الراجعة، الشخص يعود إلى وطنه ويستغرب من التغييرات الحاصلة في غيابه. الصدمة الثقافية هي طريق معرج وفيه مطبات كثيرة، فقد تهاجم نفسية المبشر في وقت لا يتوقعه أبداً. وعند عودة المبشر إلى بلده، يجد بأن معظم الناس تريد أن تتحدث عن نفسها فقط، ولا يوجد لديهم الحافز الكبير أن يستمعوا إلى قصصه، فالناس لن تستمع أكثر من 10 دقائق لقصص المبشرين، فيصبح المبشر مواطناً من ثقافة ثالثة ما بين الثقافتين، ثقافة البلد التي كان فيها وثقافة وطنه، وبالتالي يشعر بالوحدة والإنعزالية، وهذا ما لم يكن يتوقعه من قبل. قد تكون خبرة تعلم اللغة مزعجة أيضاً للعائلة، فقد يشعر الرجل أي الزوج بالغيرة والانزعاج عندما يرى زوجته تتعلم اللغة بشكل أسرع منه، أو عندما يرى أطفاله يتحدثون مع أصدقائه الجدد جيرانهم بلغتهم. والزوجة قد تشعر بعدم الأمان عندما لا تستطيع التواصل مع الجيران أو الطبيب أو سائق التاكسي أو الشرطي إلى آخره. من المهم جدا أن تبقى العائلة متماسكة وعلى تواصل مستمر، وخاصة في حقل التبشير، فالزوجين يجب أن يقضيا وقتا أطول مع بعضهما البعض، فيمكن للأب أن يعيد ترتيب جدوله لقضاء العطلة مع أطفاله وأخذهم في رحلة وقضاء وقتا ممتعا معهم. قد يرى أطفال المبشرين أطفال المبشرين الآخرين على أنهم أولاد عمهم أو خالتهم، كما أنهم قد يشعرون بالغربة عند عودتهم إلى وطنهم. ومن فوائد تربية أطفال المبشرين في العالم الثالث بأنهم يتعلمون أن السعادة لا تكمن في المقتنيات المادية، بما أن أصدقائهم الأجانب فقراء ولكنهم مسرورين،
وعادة ما يصبح أولاد المبشرين إما مبشرين أو يعملون كممثلين لشركات عالمية عند سن البلوغ. نضوب المبشرين: إن المصدر الحقيقي لنضوب طاقة المبشرين burn out ليس الالتزام بل هو الإرهاق، فيستنزف المبشرون مواردهم المادية والنفسية جنبا إلى جنب مع مصالح المجتمع التبشيرية، ظانين أنهم بذلك ستكون نتيجة تبشيرهم أكبر. وقد يكون مصطلح نضوب الطاقة أكثر دقة من مصطلح الإرهاق، وبالتالي لا يستطيع المبشرون العمل بقوتهم الكافية. وهناك عدة أسباب مختلفة للنضوب، فيمكن أن يكون عمل المبشر شديداً لا سيما في حالات الخطر وعندما يكون العمل أكبر من طاقته وموارده، ويمكن للمرض الجسدي أن يسهم بالنضوب، فالإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسية للنضوب. وأحياناً يحمل المبشر نفسه حقيبة من المشاكل النفسية المسبقة كالقلق والصدمة الثقافية والاكتئاب، فلربما المبشر لم يتصالح مع مشاعره القديمة التي انبثقت من منافسة الأشقاء أو العنف من الوالدين أو المعلمين أو ما جرى في المنزل، حيث كانت هناك مشاحنات وعنف مستمرين واختلاف في عقيدة دينه أو مروره في صدمة درامية أثرت عليه سلبا، مما أدت هذه التجارب السابقة إلى الشعور بالذنب والاعتقاد بأن لا أحد يحبه. بعد حادثة الأزمة يشعر المبشر بإجهاد ما بعد الصدمة Post-Traumatic Stress Disorder PTSD. من المهم أن يكون المبشر متيقظاً لردة الفعل الأولية وكذلك لأعراض الصدمة النفسية ما بين أعضاء الفريق والناس المحيطين به. يجب على المبشر أن يراقب الخوف والقلق وفرط النشاط Hyperactivity والتي يتبعها نقصان في النشاط الحاد والأرق ومشاهد متكررة من التعب والإرهاق، والشعور بالذنب بأن المبشر لم يفعل ما كان يجب فعله، والشعور بالصدمة والفجيعة والذهول. وإذا تطورت هذه الحالة فإن هناك أعراض أخرى ستظهر في غضون أيام وأحيانا بعد أشهر، ويصبح المرء قلقا تجاه الضوضاء أو متعب أو قليل التركيز وأحيانا مكتئب، وقد يسترجع بعض الذكريات فلاش باك لبعض الحوادث الماضية، ويمكن أن يصبح لدى المبشر أرق أو ينتج عنه كوابيس ومن الصعب له العودة للنوم. عندما يعود المبشر إلى بيته يجد أن لديه مسؤوليات عدة وثقيلة كالتي كانت موجودة في البلد الذي كان يبشر فيه، والبرنامج المعتاد للمبشر طويل المدى هو قضاء 4 سنوات خارج البلد ثم العودة والبقاء سنة في بلده كإجازة. وهناك مبشرين آخرين يعودون كل سنة لمدة 3 أشهر للاهتمام بشؤون مدارس أولادهم، وأحياناً ما يعتنون بشؤون العائلة والصحة أو لقضاء الوقت في الدراسة. ومعظم المؤسسات تطالب بتقارير دراسات للبلد التي مكث فيها. أما إن أراد المبشر العودة لحقل التبشير بموافقة المؤسسة التبشيرية فعليه عمل فحوصات طبية والخضوع لإرشادات نفسية. وقد تكون شؤون العائلة عند عودة المبشر متعبة، فقد يكون هناك من الأهل الذي يجب الاهتمام بهم أو إدخال البنين والبنات الجامعة، أو لربما أن أهل المبشر يحتاجون إلى علاج طبي، أو أن هناك بعض القضايا المالية التي يجب عليه الاعتناء بها قبل العودة إلى حقل التبشير. وعند وجود هذه الضغوطات فإن هذا سيؤثر سلبا على نفسية المبشر، وقد يعود إلى حقل التبشير مرهقا وغير جاهز للعمل. وبالنسبة لكثير من المبشرين تصبح الصدمة الثقافية الراجعة أقوى من الصدمة الثقافية الأولى، ففترة السعادة التي يقضيها عند عودته إلى وطنه تكون قصيرة، ولكن بعد هذا يشعر المبشر بأنه لا ينتمي إلى وطنه ويحس بالتشويش والغضب والحكم السلبي. وعلى صعيد آخر هناك حالة أخرى تسمى سوداديس
وهذه الكلمة معناها خليط من مشاعر الحزن والسعادة معا. ويمكن للمبشر تخطي هذه المشاكل عن طريق أخذ قسط من الراحة ومحاولة ترتيب وتنظيم الوقت في العمل وإعادة بناء العلاقات ما بينه وبين الأصدقاء والعائلة في وطنه.